الآن صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة، أول حلقات الأسبوع. حلقة النهاردة حلقة الاثنين من برنامجكم صباح مي بتاريخ 5 أبريل 2021. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بالطاقة الإيجابية والتفاؤل. خليني أذكركم بفقراتنا زي ما احنا متعودين. بنبدأ بفقرتنا الإخبارية اللي هنتابع فيها النهاردة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع المدير العام لمنظمة اليونسكو، وهنعرف أكتر عن هذا الاستقبال وهذا الاجتماع. كمان كان في اجتماع آخر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والعديد من السادة الوزراء، وهنتكلم ونعرف أكتر عن تفاصيل هذا الاجتماع وأهم ما جاء فيه، إلى جانب العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الأخبار. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي هيكون معانا النهاردة عبر الهاتف، أستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. هنحلل معايا أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية. فقرتنا الأخيرة والحوارية النهاردة فقرة السياحة والأثار، وطبعا استكمالا للحدث التاريخي اللي العالم كله كان بيشاهده وهو نقل المومياوات، 22 موميا ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. طبعا كلنا تابعنا هذا الحدث التاريخي اللي خلانا نزداد فخر واعتزاز ببلدنا وحب وانتماء أكتر لهذا الوطن. هنتكلم عن المتحف الحضارة بالفسطاط بشكل تفصيلي النهاردة، أهمية المتحف، فكرة إنشاء المتحف، كمان ليه اختيار متحف الحضارة بالفسطاط لنقل المومياوات، 22 موميا ملكية. ده موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي تكون معانا عبر الهاتف دكتور فاطمة عبد الرسول المدربة بمركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. هنعرف أكتر تفاصيل هذا المتحف وأهمية هذا المتحف. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقرتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معانا.